طبخي صابون. اهلا بكم في فيلمنا الجديد اللي بعنوان رجل النار والتنين ابو ثلاث روس. في الوقت ده واقف التنين ده بياخد الاوامر من الزعيم بتاعه وبيقول له عايزك تنزل الغابة تجيب لي اقوى الحيوانات اللي فيها علشان اخد القوة منه. وزي ما انتوا شايفين التنين عامل زلزال في الغابة وهو رايح. هي الغابة فضيت كده ليه؟ الحيوانات الجبانة كلهم هربوا. انا لازم بسرعة اروح ادور على الحيوانات واجيب حد قوي للزعيم بتاعي علشان ما يطردنيش من المملكة. في الوقت ده الاسد سيمبا واقف بيقول ايه اللي بيحصل في الغابة بتاعتي؟ هي مالها بتتهز كلها كده ليه؟ وفي الوقت ده بيوصل التنين زي ما انتوا شايفين. سيمبا يا سلام يا سلام، ده ملك الغابة، ده اكيد اقوى حيوان هنا، هو ده اللي انا عاوزه، هيعجب الزعيم. ولسه سيمبا هيفكر يهرب من التنين ابو ثلاث روس لانه مستغرب جدا ايه الثلاث روس اللي ظهروا مرة واحدة دول. فجأة التنين خطف الاسد الكبير ومشي. الاسد الصغير فضل يصرخ ويقول ايه اللي حصل ده، انا لازم اساعد بابا واروح انادي حد من الابطال الخارقين ينقذه قبل ما التنين ده ياخده في مكان ما نعرفوش. وبيمشي الاسد الصغير وهو عمال بيعيط. اتفضل يا زعيم، انا جبت لك اقوى حيوان في الغابة، ملك الغابة سيمبا، هو اللي عنده قوة جبارة، خده بقى اكيد هيعجبك قوي يا زعيم، جرب كده وريني كده اما جرب اخد القوة بتاعته. انتوا هتعملوا فيا ايه؟ هتاخدوا القوة بتاعتي ليه؟ سيبوني احكم الغابة بتاعتي. لا ايه اللي انت جايبهولي ده يا تنين؟ ده ضعيف قوي يا تنين، ده القوة بتاعته ضعيفة جدا مش هتكفيني. خده احبسه عندك وهاتلي وروح انزل للغابة، هاتلي حد يكون عنده قوة خارقة، قوة تكفيني يا تنين. فاهم يا تنين ولا لا؟ ولا احبسك معاه؟ لا 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 تحبسني، ده ايه ده، انا هنزل للغابة وهجيب لك اقوى حد فيها، اقوى حد يكون خارق. وهنا سيمبا بيحس بقلة الحيلة ومش عارف يعمل اي حاجة، وبيقول للرجل النار ده ما ترجع لي القوة بتاعتي طالما انت مش عاوزها وشايفني ان انا ضعيف، سيبني انا الغابة بتاعتي محتاجاني. قال له خلاص يا سيمبا، اللي بيجي هنا ما بيرجعش تاني للارض بتاعته. وهنا بيوصل الاسد الصغير وهو بيصرخ وبيقول لهالك ساعدني، بابا في خطر والغابة كلها هتبقى في خطر، بابا اتخطف من التنين ابو ثلاث روس. هالك بيقول له ازاي الكلام ده، يبقى اكيد هو اللي عامل الزلزال من الصبح، انا لازم بسرعة اروح وانقذ ملك الغابة. الاسد بيقول له بسرعة بسرعة ودور عليه، اصل هو محتاج حد قوي زيك يا هالك ينقذه. هالك بيقول له ما تقلقش وبيروح بسرعة يدور على الاسد سيمبا. انا رايح وهجيبهولك. يا سلام، ايه الحظ ده، ايه العملاق ده، ايوه كده هو ده بقى طلب الزعيم، ده عملاق قوي وعنده قوة خارقة، ده بيكسر في الطوب، انا هاخده بقى، هو ده اللي عاوزه الزعيم. يلا تعالى. ايه ده، هو التنين ابو ثلاث روس ده جالي منين؟ ابعد عني يا تنين، انت ما تعرفش انا مين، ده انا هالك الاخضر القوي جدا، انت بتسحبني على فين؟ وهنا بيوصل التنين ابو ثلاث روس بهالك للارض اللي عايش فيها رجل النار وبيقول له انا جبت لك اقوى واحد في الغابه، راجل كده بيكسر في الطوب وعنده عضلات وقوه بيسموه وبيقولوا عليه هالك والرجل الاخضر، ده هيعجبك قوي يا زعيم. الزعيم قال فعلا شكله قوي جدا، انا هجرب كده اخد القوه بتاعته واشوف هتخليني قوي ولا لا. وفجاه بيطلع الاشعه بتاعته علشان ياخد القوه بتاعت هالك
وهالك بيقول له أرجوك ما تاخدش مني أي حاجة، بس هو مصمم على إنه ياخد القوة بتاعته. ابعد عني. ايه ده انا حاسس ان القوة بتاعتي بتتسحب مني، سيبولي القوة. ايه رأيك بقى يا زعيم؟ اكيد القوة دي هتكفيه. وهنا التنين بيسأله ان القوة دي كفته ولا لسه محتاج قوة تاني. قال له لا انا لسه محتاج قوة تاني، انا محتاج قوة من الابطال الخارقين كلهم، انا خلاص عرفت مصدر القوة بتاعتي، هي الابطال الخارقين. روح يا تنين، اي بطل خارق تلاقي في الغابة هاته وتعال على طول. ومشي التنين ونزل الغابة علشان يدور على الابطال الخارقين، وقال لهالك تعال انت بقى اما احبسك مع الاسد سيمبا في الحبس ده لحد ما اصحابك كلهم ييجوا. وهنا سوبرمان وباتمان عمالين يتكلموا عن اختفاء سيمبا واختفاء هالك، مختفيين من الصبح. قالوا ده اكيد التنين ابو تلات روس هو اللي خطفهم، احنا سمعنا الحيوانات بتقول ان في تنين ابو تلات روس، يبقى اكيد ده حقيقة، احنا لازم نستخبى احسن يخطفنا. وفي الوقت ده بيوصل التنين ابو تلات روس وبيقول كويس ان انا وصلت في الوقت المناسب، كنتوا بتخططوا ان انتوا تهربوا يا حلوين، لا انا وصلت في الوقت المناسب، يلا تعالوا معايا انتوا الاتنين، ده الزعيم بتاعي هيتبسط قوي لما يخشفكم انتوا الاتنين، واكيد القوة بتاعتكم هتخليه قوي جدا وهتخليه يرضى عني بقى ويسيبني في حالي، احسن لو انا ما جبتكوش هيحبسني هو انا كمان في الحبس. قالوا لا ده احنا لازم نهرب بسرعه قبل ما التنين ده يخطفنا. وفجاه بيخطفهم وبيمشي بيهم بعيد علشان يروح المملكه بتاعت الزعيم. في الوقت ده مين اللي بيوصل؟ الاسد الصغير اللي كان جاي علشان يستنجد بيهم ويقول لهم ان هالك اتخطف، وكمان الاسد سيمبا الكبير اتخطف. ودلوقتي الاسد الصغير ده بيفكر ازاي هيحمي الغابة وازاي هينقذ باباه، فقال مفيش غير حل واحد، هي المسا السحرية بتاعت بابا، مع انه منبه عليا كتير ان انا مروحش ناحيتها، بس هي الحل الوحيد، هي فيها قوة خارقة، فانا اخدها بقى وامري لله. سامحني يا بابا ان انا هستخدم القوة بتاعتها مع انك منبه عليا ان انا ماخدهاش، بس لازم اتصرف، لازم ابقى قوي علشان انقذك يا بابا انت الابطال الخارقين. يلا يا قوة يا سحرية طلعي كل القوة اللي عندك واديها لي علشان ابقى اقوى من الزعيم والتنين. وبكده الاسد الصغير بقى قوي جدا وعنده قوة جبارة يقدر يهزم بيها التنين والزعيم في مرة واحدة، وقال انا لازم اروح دلوقتي واقضي عليهم. وبيوصل الاسد الصغير للمملكة بتاعت الزعيم، والزعيم بيقول مين اللي اتجرأ ودخل المملكة بتاعتي من غير ما يستأذن؟ فالاسد الصغير بيقول له انا اللي جيت لك علشان اقضي عليك وانقذ الابطال الخارقين وانقذ بابا، يلا بقى شوف القوة بتاعتي اللي هقضي عليك بيها، تخيلوا هيقضي عليه بايه. قال ده اكيد رجل النار، يبقى هقضي عليه بقوة المية. بلاش المية، المية هتطفيني، بلاش، لا انا انتهيت. يا سلام عليك يا سيمبا، في الاخر طلعت المية هي الحل، يا ريتك استخدمتها من زمان وخلصتنا منه. وبكده بتكون المملكة انطفت من النار، وبيفتح الباب وبيخرج الاسد سيمبا والابطال الخارقين علشان يهربوا من برا. وبيوصل التنين ابو تلات روس وبيستغرب من كل اللي حصل في المملكة ومالها بقت عاملة كده ليه، وبيقرر ان هو لازم يهرب هو كمان لا يحبسوه ويقضوا عليه زي ما قضوا على الزعيم. هما لو وصلوا لي هيقضوا عليا، انا لازم اهرب بسرعه من الغابه دي. ومن هنا بنكون وصلنا لنهايه الفيديو بتاع النهارده. واذا عجبكم الفيديو ده يا اصحابي ما تنسوش تعملنا لايك واشتراك في قناتنا تلخيص بوم، وكمان تفعلوا الجرس علشان يوصلكم كل جديد.